التاريخ المسيحي المصري البطريرك البابا ساوفيلوس رقم 23 في عداد البطاركة في نهايات القرن الثالث والرابع، كان يصلي بحرارة لكي ما يعرف دقائق وتفاصيل هذه الرحلة، وأعلنت له في رؤية من خلال السيدة العذراء مريم بكل التفاصيل، ومن خلال هذه التفاصيل عرفنا أن الرحلة المقدسة، العائلة المقدسة عاشت في مصر 3 سنوات وحوالي 6 أشهر. الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية تأسست منذ العهد القديم بهذه النبوة: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في أرض مصر وعمود عند تخمها، كما قرأنا في سفر أشعياء. وفي نفس الإصحاح نقرأ العبارة التي تقول: مبارك شعبي مصر. نبوة من العهد القديم وقبل مجيء السيد المسيح بحوالي 700 عام. وفي بدايات القرن الأول الميلادي تباركت مصر بهذه العائلة المقدسة فأسست، وكما رأينا في العرض البرزنتيشن اللي قدمه سيادة الوزير، أن أول مذبح على أرض مصر كان في منطقة الدير المحرق. وهذا المذبح تقول التقاليد في الكنيسة القبطية أن أسسه ودشنه السيد المسيح بنفسه. ثم الأمر الثالث الذي به تأسست الكنيسة المصرية هو زيارة القديس ماري مرقس الرسول أحد تلاميذ السيد المسيح في منتصف القرن الأول الميلادي، وقد نال الاستشهاد في شوارع الأسكندرية المدينة التقليدية في التاريخ. ماذا تعني الرحلة المقدسة، رحلة العائلة إلى مصر؟ هذه الرحلة يا إخوتي وهذه الزيارة المباركة هي سبب بركة لبلادنا. في الماضي هي بركة، لأن عندما دخلت العائلة المقدسة إلى مصر تلاشت كل العبادات الوثنية، وزي ما رأينا في البرزنتيشن أن كانت العائلة المقدسة لما تدخل مكان الأوثان تقع وتنتهي العبادات الوثنية، فكانت بركة في الماضي. والعائلة المقدسة زارت أماكن كثيرة، سأعطي مثالا صغيرا: زارت بلدة صغيرة تسمى سخة في دلتا النيل. ربما كلنا نسأل اسم سخة ده جه منين. سخة جه من كلمة قبطية قديمة بيخا إيسوس. بيخا إيسوس يعني كعب يسوع. العذراء مريم عندما كانت تتعامل مع طفلها الوليد فانطبع كف قدميه على الحجر، فسمي المكان بيخا إيسوس، ولأنه اسم طويل تحرف عبر الأجيال إلى أن صار بهذه الكلمة البسيطة سخة. وهكذا في أماكن كثيرة. العائلة المقدسة في مصر أيضا بركة في الحاضر، فها هي تجمعنا جميعا، نجتمع في حدث منذ 20 قرنا أو ما يزيد، ونجتمع جميعا بثقافات وبأديان وبمذاهب متعددة من بلاد كثيرة نجتمع، فهي وسيلة جمع. أيضا العائلة المقدسة هي بركة للمستقبل، فإن كانت مصر من خلال الحكومة المصرية وسيادة معالي رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والسادة الوزراء والسيد وزير السياحة وكل ضيوفنا الأحباء، نشترك مع الأباء الأساقفة والأباء الكهنة في هذه المنطقة الأثرية لكي ما نطلق عملا رائعا نهديه إلى العالم. فالعالم عندما يأتي من خلال السياحة إنما يتبارك بالمواضع التي سكنت فيها العائلة المقدسة، وأيضا تزداد جراعات الإيمان. فنحن في العالم نعاني من المادية الماتيرياليزم،
والمادية تجعل الإنسان ينظر إلى الأرض ولا ينظر إلى السماء. أما المنتجات الدينية السياحية كمثل هذه المنطقة الغنية وكمثل رحلة العائلة المقدسة، إنما تعطي نوع من تقوية الإيمان وتنشيط الإيمان في قلب الإنسان. هذا يوم هو يوم فرح ويوم يبين كيف تعمل مصر بصورة طيبة من أجل العالم. فنحن المصريين هنا، مصريون هنا في مصر، العائلة المقدسة معنا في كل يوم، وكثير مننا كمصريين يسكن في مواضع العائلة المقدسة، إن كانت الأديرة أو الكنائس أو حتى المدن والقرى. ولكن عندما تطرح الحكومة ووزارة السياحة هذا المنتج الأصيل والرفيع والمتميز والفريد على مستوى العالم، إنما هي تقدم دعوة لكل العالم لكيما يتبارك بهذه الزيارات المباركة. نحن نرحب بكم كل الميديا وكل الصحفيين وكل وسائل الإعلام، نرحب بكم في هذه المواضع المباركة والمواضع المقدسة، وها نحن نقدم صورة جميلة عن مصرنا العزيزة التي تحتضن الأديان، وهذه البقعة التي نحن فيها هي خير مثال، فهي تجمع بين المسجد والكنيسة والمعبد في تآلف وفي تناغم عظيم. نشكر الله أن يعطينا هذه النعم الكثيرة، ونصلي أن يحفظ بلادنا على الدوام تقدم كل ما فيه خير لكل البشرية. وأشكركم كثيرا. شكرا لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرادة المرقسية على كلمته. واسمحوا لي طبعا أخيرا وليس أخيرا أن احنا نرحب وأترك الكلمة لمعالي رئيس الوزراء الأول، بشكره جدا لأنه هو كان الصبح في اسكندرية ولسه واصل، فطبعا مجهود كبير، لكن رئيس وزرائنا نشيط، ربنا يديله الصحة يا رب وطولة العمر. معالي رئيس الوزراء مهندس إبراهيم محلب لإلقاء الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قداسة البابا تودروس، ضيوفنا الأعزاء، زملائي الوزراء، الحقيقة بعد الكلمات التي قيلت أنا لا أجد كلمات إلا إن هذا المكان يتكلم عن نفسه، هذا المكان يكاد أن ينطق، يكاد أن ينطق بهوية مصر، حب، سلام، رخاء، حماية إلهية، هي دي هوية مصر. المكان، ولا أريد أن أعيد وأزيد، هي رسالة حب، رسالة أمان، تتعانق الأديان والقلب يذكر الله. ندعو لمصر وندعو للعالم بالسلام من هذا المكان، وهذا المكان يفتتح، وهذا المنتج السياحي قبل أعياد الميلاد، وأتوقع بإذن الله أن يكون هذا المكان مكان للراحة النفسية لكل سائح عايز يجي يشوف مصر وينعم بدفء مصر وبسلام مصر. وفي الآخر أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.